لاحظنا لما اشتركتي في موسم الرياض انك كلتي الجو، رغم ان كان معاكي مطربين عظماء كبار. اه طبعا كلهم اساتذه كبار. حفل روائع الموجي، اه والله هو الحفل ده كان يعني كل اللي حصل فيه بالنسبه لي كان غير متوقع، لانه فكره انه ترند وبغنوه قديمه، هي مش حاجه جديده بتتعمل. اسال روحك، اسال روحك بالظبط. وانا ما طولتش على المسرح، يعني انا غنيت اغنيه واحده بس ونزلت لقيت الدنيا مقلوبه، بس انا ما اعرفش يعني انا ما عملتش حاجه اكتر من اللي بعملها كل مره، ودي مش اول مره كمان بالمناسبه غني اسال روحك، يعني انا بغنيها كتير. ف يمكن علشان انا متعوده على الشكل ده من الغنى وطريقه الاداء بتاعته طول الوقت، يمكن لاني متربيه على اللون ده طول عمري وبغنيه، يمكن كمان علشان خليني اقول الحفله كان عليها سبوت مهم، لانه تكريم عبقري زي الموسيقار الكبير محمد الموجي طبعا مذيع على كل القنوات كل الاذاعات، كل السوشيال ميديا بتنقل الحاجات المقاطع بتاعتها. وطبعا الحفله تقيله لانه الاسامي اللي فيه تقيله، يعني حضرتك بتتكلم في مش بالترتيب طبعا، ال 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 القمر الجميله انغام و القمر برضو الجميلة شيرين، الأستاذ الكبير صابر الرباعي، الأستاذ الكبير وائل جسار، بس هو يوم الحفلة تعب للأسف وما قدرش يشارك فيها، بس هو كان من المشاركين في الحفل. دكتور عبادي الجوهر العظيم، الفنان الكبير جدا ماجد المهندس. احنا بنتكلم في أسامي يعني صحيح. كل واحد فيهم له تقل لوحده، كل دول متجمعين مع بعض، وكنت في الحفل معاهم. طبعا كنت سعيده ان انا مشاركه جدا في الحفل ده معاهم. ده كمان ادى فاليو كبير، لانه كم الاسامي ده موجود في حفله واحده، فكون بقى ان انا اللي طلعت ترند في الحفله دي ده بتاع ربنا، يعني انا ما عملتش حاجه ازيد من اللي بعملها. فسبحان الله انه في اليوم ده يحصل كل رد الفعل الغريب الواسع الكبير ده، كان بالنسبه لي يعني مش فاهمة، بس فرحت الحمد لله قوي قوي. وتفتكري هتغنيها لنا دلوقتي؟ تفتكر حضرتك شايف ايه؟ حضرتك شايف ايه؟ نفكر الناس باليوم الجميل ده. حاضر انا يا الاثنين. اسأل روحك، اسأل قلبك قبل ما تسأل ايه غيرني، انا غيرني عذابي في حبك بعد ما كان املي مصبرني، غدرك بيا أثر فيا وتغيرت شوية شوية، اتغيرت ومش بإيديا، اتغيرت شوية شوية، اتغيرت ومش بإيديا، وبديت أطوي حنيني إليك وأكره ضعفي وصبر عليك، واخترت أبعد وعرفت أعند، اخترت ابعد وعرفت عنك، حتى الهجر قدرت عليه، شوف شوف الأسوأ بتعمل ايه.